أن الرسول لا ينطق عن الهوى وأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم الثقل الثاني الذي لا يفترقون عن القرآن أبدا، ومعنى ذلك عدم خطأهم، لأنه إذا أخطأوا فمعناه الافتراق عن القرآن، لأنه لا خطأ في القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا اعتقدت بهذا فإذا قالوا كلاما وصح ذلك الكلام عنهم، إن فهمت ذلك الكلام وعلمت العلة فيه فلا بأس، إن لم تفهم ذلك الكلام أو لم تعلم العلة فيه يجب عليك أن تسلم. لا، بعض الأحيان أكو ناس حديث من الأحاديث أو حكم من الأحكام يقول أنا لازم تقنعني، إذا اقتنعت ألتزم بالحكم، إذا ما اقتنعت ما ألتزم بالحكم. نقول لك له، قناعتك أو عدم قناعتك هل تغير من الواقع شيئا؟ إذا هذا الطريق يوصل إلى الهلاك، سباع مفترسة، قطاع طرق مثلا موجودين في هذا الطريق، إذا الخبير قال لك أن هذا الطريق خطر لا تذهب فيه، أنت تقول له قنعني بالدليل أن هذا الطريق خطر، يقول لك أن هذا الطريق فيه سباع، فيه قطاع طرق، تقول ما هو الدليل على ذلك؟ زين، ذكر لك الدليل ما اقتنعت، ثم سرت في هذا الطريق، هسه أنت ما اقتنعت يغير من الواقع شيئا؟ لا. بناء على ذلك قناعة الإنسان أو عدم قناعته لا تغير من الواقع شيئا، فإذا اقتنع فنور على نور، وإذا لم يقتنع أنت تعتقد بالله، تعتقد بالرسول، تعتقد بالقرآن، تعتقد بالأئمة، فسلم له. إذا لم تسلم له ولم تسلم لهم فمعنى ذلك أن هناك خلل في الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا في الجانب العملي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا في نفسهم ويسلموا تسليما، يعني يتبعوك.